محمد جاي. ايه جاي تتفرج على فيلم؟ عنتر وبيسا. عنتر وبيسا؟ هناك في السينما زي كل سنة ولا أقل من كل سنة؟ ايه؟ انت بتقعد تيجي سينمات في العيد على طول؟ يا باشا. كل سنة يعني؟ تعرف بيه؟ اسمي محمود سام. ايه رأيك في العيد السنة دي؟ جميل. نازل تتفرج على فيلم ايه النهاردة؟ عنتر وبيسا. انت بتقعد تيجي سينما على طول في العيد؟ أحمد الشاب. لا تمام كويس أحسن من كل سنة. احسن من كل سنه يعني. لا حلو وفي امن وفي حراسه. عنتر وبيسا كان حلو والناس كلها حباه. من سينما ولا خارجين في العيد فين؟ والله لسه بنشوف مش عارف. انا اروح عايزين نخش فيلم يا اما جوازه ميري يا اما الحرب العالميه الثالثه. حضرتك بترشحي؟ نعم بترشحي فيلم ولا مش داخل؟ والله كل الافلام كل الافلام. دخلتوا ايه امبارح؟ خمس حاجات. اسمك حضرتك؟ احمد. نعم احمد. احمد انت في سنه كام؟ طالع اولى ثانوي. داخل اولى ثانوي. اولى ثانوي. انت جاي مع بابا وماما ولا جاي مع اصحابك؟ مع اصحابي. خش فيلم ايه؟ لا الحرب العالميه الثالثه. الحرب العالميه الثالثه. ده بطولة مين؟ ايه؟ بطولة مين؟ احمد فهمي. احمد فهمي. تحب احمد فهمي؟ متابعه يعني؟ كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا حبيبي. عامل ايه؟ كنت طيبة حاجة. هتنزلي فين تتفسحي فين في العيد؟ التحرير وروحتي استنى وكلنا من كنتاكي. كلنا من كنتاكي. وكل عام وانتم بخير يا رب كده وبلدنا تكون بخير يا رب. هتدخلي سينما يا حاجة ولا ما؟ ايوه اخشي سينما بس في نار. النار اللي هي ترز دي الحلوة. والله. ان شاء الله. تحبي سفيناز يعني حاجة؟ حلوة ده انا جوزي بيحبها. الحاجة عندي مغرم بيها. اهلا رمضان. انت منين يا رمضان؟ من وردان. من وردان. تبع من وردان؟ تبع الجيزه. اجدع ناس. الله يخليك. انت جاي هنا تعمل ايه؟ جاي تعمل ايه؟ جاي نتفرج على السينما و هتشوف فيلم ايه؟ ونتفسح. ايه؟ تشوف فيلم اي حاجه. الحرب العالميه الثالثه. بطولة مين؟ ايه؟ بطولة مين؟ بطولة مين؟ مش مذاكر. لا انا ليه هم اللي صايم يا رمضان؟ هم الجماعه اللي جايبيننا. هم الجماعه اللي جايبيننا. انت بنقول لك كل سنه وانت طيب. حضرتك طيب والشعب المصري كله بخير وطيب. خليك امين يا رب وربنا يجعله عيد سعيد على الامه الاسلاميه جميعا. تحتفل بالعيد فين السنه دي؟ احنا بنحتفل هنا في مصر. جايبين احنا جايين من بنها والله. بنا جايين من بنها والله. في سينما في بنا؟ في كتير في السينما في بنا بس احنا جايين هنا. قالوا السينما هنا احسن ومصر ام الدنيا. السينما هنا بتعرض افلام ما بتجيش عندكم؟ لا في برضه بتيجي بس ايه مش على طول مش قوي يعني. خش فيلم ايه؟ ان شاء الله خش الفيلم الحرب العالميه الثالثه. بص بتغش؟ لا اما هم اللي قايلين انا بقطع لهم. كل دول من بنها. بص كل دول شعب كلكم جايين من بنها؟ ايوه. هتخشوا فيلم ايه؟ الحرب العالميه الثالثه. بالتوفيق ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب. يجعل الشعب المصري كله في خير وفي سعاده وفي هنا ان شاء الله.